انا باغية نصوب وليداتي الوريقات، باغية مثلا وليداتي يقراو بحالهم بحال الناس، هادشي اللي باغية انا. انا راجلي خدام على قد الحال، تيجي من هنا يلاه تيجي من الناس، وما عنديش باش نصايب انا لوليداتي. الطفل الكبير عنده 12 سنة هو ما تيقراش، تقرا في الجامع. البنت والولد الاخر ما تيقراوش، دير بهاد الوليدات ما عنديش باش نصايبهم ولا باش نكون بيهم. يلاه مكافي تنوكل، ما عندي كي ندير نصايب المراق، تنتسناو الحملة، الحملة ما جاتش غنصر سيدنا. شوف من حالي، شوف من حال وليداتي، انا باغي نقري وليداتي. تشوف ولاد عباد الله غادي نقراو في البيت يبقى يتقطع عليا. يا ربي تحسوا بيا، عاونوني لا قدرتو تعاونوني، عاونوني يا ربي الحبيب، عاونوني حتى انا نقري وليداتي نصيب مراقاتهم بحالهم بحال الناس. انا باغي الكاغيط، باغي نصيب وليداتي الوراق. يا ربي الحبيب تعاونوني، تعاونوا وليداتي. 13 عام 13 عام انت مجوزه؟ جا لدارنا خطبني، درنا العرس، درنا داك الشيء، صافي مشيت بقينا بحال هكاك غاده. انت ولدت ربعه الاولاد؟ تولدتي ربعه الاولاد؟ ولدت ربعه الوليدات. تنتسناو الحمله، الحمله تما تجا. ملي تنتسناو الحمله؟ ملي شحال قديم الحال، حنا تنتسناو هاد الحمله، والحمله ما كايناش. راه من تزوجنا حنا نتسناو الحمله، من ولد الطفل الاول، من ولد رعيا حنا تنتسناو هاد الحمله. ما عنديش باش نكون بوليداتي باش نصايبهم. انا يلاه تناكل بحال لا قد الحال، ما خدمش راجلي ما ناكلوش. نتمنى من هاد المحسنين يشوفوا فيا ويعاونوني. انا باغي نصوب وليداتي وريقاتهم، ما كرهتش. يعني كيبقى فيك الحال اللي كتشوف الدراري؟ كيبقى فيا الحال، تنشوف ولاد عباد الله غادي نقراو، وانا ولادي جالسين في الدار. قلبي تيبقى يتقطع عليا، ما قادراش، خصني انا ولادي يقراو. انا بنتي عندي طفله كبيره خصها تقرا. يعني انا خصني وليداتي يقراو، خصني تعاونوا معايا وشوفوا فيا. تنترجاكم تعاونوا معايا وشوفوا فيا، نصيبوا وليداتي الوريقات. تنترجاكم، ما نصر سيدنا، تعاونوا معايا وشوفوا فيا. انا ايتيمه، ما عندي حتى واحد، حتى خوتي ما كايناش باش يعاونوني. كاين شي حاجه خدامه على خدام راجلي، ما تيجي لنا ما ناكلو، ما كاينه والو. كيف مع الماكله؟ طحين، بوطه، كوش كوش غالي. باش تكوني كديري تصايبي لهاد الولاد؟ ما عندك كديري تصايبي لهاد الولاد؟ انا ولادي يبقاو فيا، انت يبقاو غادي نقراو، ولادي انت يقراو. كنت انا دابا مقيده في الدار، مقيده في كلش، تخلص على ولاداتي في المدرسه، تخلص على ولاداتي في اي حاجه. انا ما صش ما صش باش نكون بيهم. ربي غالب، دايره بيني وبين ولادي التيقار وصافي. رقات انا تنعس، انا ولادي تنعسو لداخل. فيه كلشي؟ فيه كلش، تناكل هنا، تنشرب هنا، تندير كلشي هنا. انا بغيت الناس يتعاونوا معايا ويشوفوا فيا ويعاونوني، ويعاونوني ونصغوا وليداتي الوريقات. هذا شي نتمنى من هاد قلبي، يا ربي حبيبي تشوفوا فيا وتعاونوني. كنبغي نقول لهم عاونوني يشوفوا فيا ونصيبوا وليداتي الوريقات بحاله مدنيه، وندير الكاغيط انا بحالي بحال الناس. هذا اللي كنتمنى منكم، لو كنتو تشوفوني ساعدوني.